مش اقول لك هذا التدريب اللي وقع حاليا. الناس حياتها ساكنه هنايا، دارت الوليدات وكبروا الوليدات وجوج الوليدات وكبرت اسره. الى ما نقول لك واحد الدرب داير 50 عام هنايا ولا 45 عام هنا الاخوان، وملي جات التريب ما كاين لا يعني تعويضات لا حتى شي حاجه. جات القوه، جات يعني جا المخزن، جات السلطه، يعني ما عندك كيف دير مع هاد الناس. ما كاينش شي قوه اللي غتخدم مع هاد الناس الا القانون وصافي. والقانون كيقول هو هادشي هذا ملك العام وكذا، ملك الدوله كذا كذا، خصك تخرج يعني بواحد الطريقه سلميه بدون مشاكل بدون يعني فوضى. ودابا كنشوفوا هادشي هذا يعني واش كاين شي حل لهاد الناس اللي بقات مسيبه حاليا، ما عندهم حتى فين ينعسوا، ما كيحتاج شي مكان شي سكن اللي باش يمشيو يكرو فيه ولا شي حاجه، فهمتي؟ يشوفوا شي حل لهاد الناس. راه الناس ماشي يعني كتحدي هاد الماء هاد البلاصه كتحديها لا ما ولا. السيد كان كيحسب راسه في الملك ديالو ودارت ايام وسنين واعوام، راه جا قال لك حقا بان هادشي هذا ديال الملك العام ملك الدوله. الا ملك الدوله حنا مرحبا على الراس والعين، ولكن كنقولوا شوفوا شي تعويضات من هاد الناس. كما كتشوفوا معنا هاد المنطقه كتسمى منطقه الفابريكا، جانا الاعلان شي 3 ايام قبل ما يطيحوا لنا، اللي ما يطيحوا لنا شي الدار، واش فهمت؟ لان ما عندنا فين يعدلونا، ما عطاونا تعويض، ما عطاونا حتى شي حاجه. قلنا غنطيحوا لكم كتها فينا عندنا واحد كوزين فيها، كنا كنخدموا في الصيف، كيخدموا شي 6 ولا 7 الاسر كيخدموا في هاد المنطقه هادي من ديك البلاصه نيت. قلنا غنطيحوها لكم، قلنا ماشي مشكل عطيونا غير شي تعويض، بلي حنا راه شباب وخصنا نزيدوا بهاد البلاد القدام، وفهمتي زعما نعطيو شي حاجه حسب نمشيو نسيبوا راسنا من الحسيه كلنا. ما عطاونا تعويض، ما عطاونا حتى شي حاجه، ودازت 3 ايام جاو يطيحوا لنا. قلنا غنطيحوا لكم غير هاديك البلاصه هاديك، لصقوا بقاو داخلين، شتيتو توصلوا للدار، وما عطاونا تعويض، ما عطاونا حتى شي حاجه. عندنا خوتنا صغارين خلاهم لنا في الزنقه، الدعوه بهم الله والحق، الحمد لله اللي خلقنا مع انسان هادشي وربي معانا، هادشي اللي غنقولوا الله ياخذ الحق. جاو صيفطوا واحد الورقه فيها 3 ايام، قالوا لنا الانذار غادي تطيحوا من هنا هادشي هذا ديال ملك البحري. قلنا لهم مرحبا بكم، حنايا ما نوقفوا لكم حتى بشي حاجه، الحاجه الدوله حنايا حنا الاولى، شي حاجه للشعب ولا شي حاجه هذه حنا مستعدين نعطيونا غير فين ندركوا وليداتنا، حنايا ضعافين ما خدامين ما والو، حنا فهاد مليونيش عندنا شي خدمه ولا شي حاجه من معاك كيتفتفنا وبحارنا وبهادي. ونطلبوا الرب الحبيب يعطونا التعويضات ديالنا ويستروا لنا وليداتنا. ربي الحبيب كيبغي يستر، ماشي اللي يجي واحد انت 34 سنه وانتينا كتغمر، خلونا حتى هادي شرفنا، حتى عندي 56 سنه عاد غادي يهدموا لي ويخليوا لي وليداتي مسيبين هنا، وبشر يتفرج عليا من فوق كل شيء يهضر هنا، وما كاين حتى شي واحد اللي يعاونك. لا حنين لا رحيم، خواتي ما عندي حتى شي واحد، المرأة ووليداتي 5 دلايل. نطلب الرب الحبيب يعطيوني على التعويضات ديالي نبني، ولا يعطيوني شي طريق في الارض، ولا ما يخلونيش مترج هيدا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.